أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاق أنوارك الرحمانية، فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية، فهو ياقوتة أحدية ذاتك الصمدية وعين مظهر صفاتك الأزلية، فبك منك صار حجابك عنك وسرا من أسرار غيبك، حجبت به عن كثير من خلقك، فهو الكنز المطلسم والبحر الزاخر المطمطم. فنسألك اللهم بجاهه لديك وبكرماته عليك أن تعمر قوالبنا بأفعاله، وأسماعنا بأقواله، وقلوبنا بأنواره، وأرواحنا بأسراره، وأشباحنا بأحواله، وسرائرنا بمعاملته، وبواطننا بمشاهدته، وأبصارنا بأنوار محيا جماله، وخواتم أعمالنا في مرضاته، حتى نشهدك به وهو بك، فأكون نائبا عن الحضرتين بالحضرتين ودل بهما عليهما. ونسألك اللهم أن تصلي وتسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بجنابه وعظيم قدره، وتجمعني بهما عليه، وتقربني بخالص ودهما لديه، وتنفحني بسببهما نفحة الاتقياء، وتمنحني منهما منحة الأسفياء، لأنه السر المصون والجوهر الفرد المكنون، فهو الياقوتة المطوية عليها أصداف مكنوناتك، والغيهوبة المنتخب منها أصناف معلوماتك، فكان غيبا من غيبك وبدلا من سر ربوبيتك، حتى صار بذلك مظهرا نستدل به عليك، وكيف لا يكون كذلك، وقد أخبرتنا بذلك في محكم كتابك بقولك: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فقد زال عنا بذلك الريب وحصل الانتباه، واجعل اللهم دلالتنا عليك به ومعاملتنا معك من أنوار متابعته، وارضى اللهم على من جعلتهم محلا للاقتداء، وصيرت قلوبهم مصابيح الهدى، المطهرين من رق الأغيار وشوائب الأكدار، من بدت من قلوبهم درر المعاني، فجعلت قلائد التحقيق لأهل المباني، واخترتهم في سابق الاقتدار، أنهم من أصحاب نبيك المختار، ورضيتهم لانتصار دينك، فهم السادات الأخيار. وضاعف اللهم مزيد رضوانك عليهم مع الآل والعشيرة والمقتفين للآثار، واغفر اللهم ذنوبنا ووالدينا ومشايخنا وإخواننا في الله وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المطيعين منهم وأهل الأوزار.